صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم تزوجها قبل وضع الحمل، هل هذا العقد صحيح؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم تزوجها قبل وضع الحمل، فهل هذا العقد صحيح؟ هذا يحتاج إلى الحاكم، يحتاج إلى القاضي ينظر فيه. نعم.